السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وناكسان إذا لهانتين بخيار تهودا نغلا سعطاي وضحظة سرية دولة فدرال كاية صوماليا يدي قوضة كينيا ويشي كلان حاساسي أكدي بهشيس كيشالي هشيس لبقي سود أو رحي كينيا إيا الصوماليا عياك قب صومي مقالة نيروبي عاصمة دادل قاسي كينيا شيركا أو دوا سعودة هشيسي عروس أو إلا وضع إن عشري صحيحين كينيا عيا وحاك قيب قلي مضحظة سرية إلا وضع دل جزول دارها حكومة دا فدرال كاي الصوماليا مدن حمزة عبد بري وخطبة كجدي الشركة لبقي صوت كاي حوق كصاري عجير كتاريخي هاي ورالت النمادة كدا حيسا لبدا دل اسكاشي قبل كاي كواد نحسي اللون ذا يهر مركا يا سيدا اي صوماليا وقو انتهي اني كالين في الفرعون كقالتو اسكو حجنان تهجيس كافريكا ولان كانوا اي كقيم قلين حبناك سعودي لبدا دولة دود واي كله قامنا يا رجل وزارة حكومة دا فدرال كاي الصوماليا يا سيدو كلمة حوينك حيان كدل كاسي كينيا ايا هامد دبا سعودي هجيتي اي شلي ودا قارين لودا دل رزول وزارها حكومة دا فدرال كاي الصوماليا ايا وحاوات كيين سيدا ودا هذا لدا لبقي سود كاي اي سي سي اي او يهين سلق وناكسن او لغو حوجين رو هجير كلا ودا دل اساق او رجا وناكسن كموجيي ورو مركا ودا هذا لدا ايه هشيسي دا لقاري وحاو سيدو كلاكا هذي رزول وزارها حكومة دا فدرال كاي الصوماليا تامين تاتمن اسبدل كاعمل دا ولبدا دل sameysay isagoo xusay muhiimada iskaashiga cimilada iyo ilaalinta deegaanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha ku xigeenka dalkaasi Kenya ayaa yeeshay kulan gaar ah oo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal dawladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa shalay galabsi wadajir ah qalinka ugu duu heshiisiga ku saabsan arrimaha dibadda nabadgelyada dhaqaalaha ganacsiga waxbarashada iyo sidoo kale arrimaha adeega bulshada ayaa waxa ka dhashay durba falcelin xoogan ayada oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen.